وياك لعنده، انا كل خطوتي سالكه ما عندي ولا عقده. بعرف انك صار سليم، انا قلت له هالحكي، بس قال لي ما بيصير، في شغلات لازم مرتك تعملها لحتى ما ترجع العقده الي، يعني ارجع اتعقد انا من جديد. اذا كان هيك بروح معك بس لضبطب السفره. بس ما معنا غير للساعه 6، ها الناس فوق بعضها بعجقه عجقه، خير الله بالزور نفوتها. ولا يهمك منلحق، هلا انا فوت مش للشريك وانت روح درس الاولاد منلحق. قلبيه شريطيه، قلبيه بتشعر انه شريطيه؟ لا قلبيه، انا متاكد من معلوماتي. لك شوفي بابا على ايش مختلفين؟ ها اجى البابا اساله. بابا هلا ورقه الفاصليه قلبيه ولا شريطيه؟ انت شو قلت بابا؟ انا قلت شريطيه. ها شو هي مكتوب بالدفتر ورقه الفاصليه شريطيه؟ لا بابا غلط، انا متاكد من معلوماتي انه قلبيه، بس هو نائل من علوه غلط، ورقه القمح هي اللي شريطيه. لا حبيبي، ورقه الفاصليه هي اللي شريطيه. طيب هي البابا هون هو بيعرف اكثر مني ومنك، بابا قل له عن ورقه الفاصليه. بقول له بس يعني وهذا السؤال كثير مهم بابا، كثير مهم. بجوز بكره يجيب الفحص. طيب المعلمه شو قالت، قلبيه ولا شريطيه؟ شريطيه. لا تصدق بابا، هو منال من اللوح غلط. احسن شيء ارجيله بنطالع كتاب العلوم بنتاكد. طالع كتابك العلوم. لالا طالع كتاب العلوم. كتاب العلوم شبك عم تحكراسه؟ ما معي. وينه؟ ضوعته. الله لا يعطيك عافيه. شلون هلا بدنا نعرف شلون بدك تعرف اذا كانت قلبيه ولا شريطيه؟ شلون بدك تعرف تدرس؟ بسيطه بابا. ها شوف مكتوب بالدفتر شريطيه. اي مزبوط مكتوب شريطيه، بس خايف كمان الدفتر يكون مثل ما قال اخوك نقله غلط انت من على اللوح. شلون بدنا نعرف هلا قلبيه ولا شريطيه؟ حزير له. النجم سعدان، يعني أنا مو داخلة بعقلي هالقصة. صحيح بيقولوا إنه في منجمين بيضربوا مندل وبيشوفوا البخت وبيفكوا عقد، بس جميل بحياته ما آمن بهيك شغلات، على طول كان يقول عنها خزعبلات. شلون راح لعند المنجم سعدان؟ أكيد الموضوع في إنا. يلا قال يا خبر بفلوس، بكرة بيصير ببلاش، هلأ منروح ومنشوف. ايه وبعدين بابا، بعدين معك؟ شوف هو الصراحة أنا أكيد بعرف الجواب بابا، بس حابب أنت تستنبط الجواب، أنت تمحص، لأنه إذا أنت اكتشفته بحياتك ما راح تنساه. وشلون بده يتأكد إذا الكتاب مضوعه؟ هي بسيطة بابا، بتلفن لرفيق من رفقاته وبيسأله، ما معك شي رقم رفيق من رفقاتك؟ راح طوق على ما أعرف قلبية ولا شريطية. المهندس معي تليفون ديما. الله يديما. منو هاي ديما؟ ديما رفيقتي اللي بتقعد قدامي بالمقعد. أما شو حلوة يا بابا، كل عين هالقد وتمها مثل الفست صغير هالقد وشعرها لهون. وين منت بليز؟ ابليس انت عاك، شو هالجيل هاد؟ انت متأكد انها قلبية؟ الو مرحبا، هون بيت ديما؟ ممكن تعطيني اياها؟ الو مرحبا، كيفك ديما؟ انا سليم. اتصلتي بسوسو؟ رجعت لك الالام؟ كذابه ها؟ لا تصدقيها كذابه، انا بعرفها. ولا يهمك، بكره بنقول لرفقاتنا بالمدرسه انه ما حدا يحكي معها، خليها تمشي بالباحه لحالها. ولا يهمك، بكره مثل الحماره بدها ترجع لك الالم وتعتذر لك كمان. ولا يهمك حبيبتي، من هالشوارب بيترجع الالم. لك اسالها بقى قلبيه ولا شريطيه، عليت قلبي. الو ديما، هلا درست العلوم لبكره؟ شو هالسرعه البديهيه اللي عندك نيالك؟ ايه طيب اذا سالتك شو سؤال بتعرفي؟ ايه ماشي. الو ديما، سكري كل شيء، كتب، دفاتر، كل شيء بيتعلق بهالمادة. شو شكل ورقة الفاصوليا؟ متأكدة؟ متأكدة متأكدة؟ طيب افتحي كتاب العلوم لنتأكد أكثر. طيب سؤال تاني. لك أنا سؤال تاني، هات عنا. مع السلامة عمو، شو قالت له؟ اللي أنت بالأول، شو شكل ورقة الفاصوليا؟ لك أنا اللي عم بسألك، هي شو قالت لك؟ قلبية. ما
قلت لك انا متاكد من معلوماتي. وانا كمان بابا متاكد من معلوماتي وبعرف انه ورقه الفاصولياء قلبيه، بس تركته يبحث لحتى تثبت المعلومه براسه، بحياته هلا ما عاد ينساها. شو شكل ورقه الفاصولياء؟ شريطيه. الله لا يعطيك عافيه. يلا هنا رح نتاخر على السعدان. خمسة ونص. يعني في مسافة. يلا. بابا فوتوا كملوا دراستكم الله يرضى عليكم. أنا جاهزة. وين شنطتين؟ إيه لحظة. ما بدي أسمع صوت. قلبية احفظها بابا. أنا جاهزة. تفضلي. صحيح جميل. إيه؟ شو قصة هاي البراد والطقسي؟ لا ما في شيء، هذا البراد مو إلنا. بكلمي. البراد لبيت أهلي. أنت شفتي براده ما عم يسكر، بعدين يوم يبرد وعشرة بيسخن. فقلت لحالي بنجيب لهم براد. اخطي. مين بده يدفع حقه؟ يعني إذا أنا بدي جيبه مين بده يدفع حقه؟ أنا. لكن حق براد لأمك معك، بس إلي شو ما طلبت؟ ما معي ما معي. لكن ما سمعتي بإذنك، نعيم رح يعطينا إياه بالتقسيط المريح مثل مكتب الوزير. يلا تأخرنا على السعدان. سعدان؟ كمان القصة صار فيها سعدين؟ قديش صار اخذ منك لهلا؟ ولا فرن. هلا فكر لك عائدتك لله بالله. السعدان ما بتعرفيه، هذا رجال طيب وقلبه لله، بحب يساعد الناس ويحل لهم مشاكلهم. هلا هلا بتعرفي عليه وبتشوفيه. بيجوز؟ مو بيجوز، اكيد اكيد. هلا هي الحارة مهجورة؟ ايه معقولة في حدا ساكن هون؟ لك شو مهجورة؟ صار لي 10 ايام بروحوا بيجي، انت الحقيني. ها من هون تعي. سعدان؟ وينو سعدانك؟ ما بعرف، يمكن بالغلط. يمكن؟ ما بتعرف وينو؟ إذا لك 10 ايام رايح جاي لعنده، شلون ما بتعرف وينو؟ ما هو مشكلته كل مرة بيحاكي الجن من أوضة، مرة من أي، مرة من أي، مرة من أي، يعني كل جني له أوضته. طيب وين الناس اللي عم تقتل بعض لتاخذ موعد منه؟ إيه ماني شايفة حدا غيرنا؟ هو ما بيحب الزحمة لأنه الضوجة ما بتخليه يعرف يحاكي الجان منيح، مشان هيك ما بيستقبل حدا إلا بموعد. ادخل يا جميل، تعال يا هنا. شايفة؟ إجا موعدنا الحقيقي. هم هم راح الهم، طا طا طلعوا برا، فا فا فاتوا جوا، عو عو كل من عوا، نو نو قطن نوا، قولي يا هلا. شايفي شلون عرفيك؟ سلمي عليه. مرحبا. بركو. يعني عدي. ايه عود انت. انت بتحش لهنيك؟ حاضر. لا تربي جميل. لا تخافي عدي انا هون. سلمي على السعدان. سلمي عليه. سعدان؟ بسيطة يا جميل، ما لقيت لي غير هالاسم؟ طيب؟ هي جبت لك مرتي هناء مثل ما امرت. عظيم عظيم، مستعدة تنفذي اوامر الجن الازرق؟ ايه اذا شي معقول بنفذه. عظيم عظيم، معناتها انت بتحبي جازك كثير، مشان هيك انا لحقت وصلتك مع الجني الازرق يسهل الموضوع عليك كثير ويطلب لك التيسير. ما قلت لك طيب كثير السعدان؟ ايه كمت ايدك. شريف هي ايدي. شو هي؟ ايدك عني لا تلقني بنوب. مو انت قلت لي هات ايدك؟ انا قلت لك هات ايدك على مصاري. مصاري مشان شو؟ نبعت له الجني الازرق. خلص نبعت له اياهم بعدين، اليوم البريد مسكر. سامحه سامحه يا جني الازرق، ولا تنط عليه ولا تركبه. هلا شوف لي يا سامحني. لحظه. سامحك بس على شرط ما بتعيدها النوبة. حاضر ما عاد عيدها،
بس المهم اللي بدك تقوله لمرتي قوله، لانه عندنا شغل بدنا نتيسر. سامحه سامحه، حسامحه انه غبي، سامحه ولا تنط عليه ولا تركبه. لك شو حكيت؟ شوف لي يا سامحني، خلي عنا انت الترنيب. سامحه بس ثاني مره ما تتدخل بشغلاتي ابدا. حاضر على راسي. هلا المهم شرف وخلينا نخلص شغلنا، تفضل. شو هي مين كلا؟ سامحوا ايها الجن الازرق، سامحوا لا تنط عليه ولا تركبوا. بسيطه هي 200. ما بيمشي لحال بنوب، ما بيمشي لحال بنوب، ما بيمشي لحال الا بطربوش. خلصنا جميل، عطيه اللي بدي اياه، عطيه من الطربوش. عطيه من الطربوش؟ انت شو طالع من جيبتك؟ شرف هي ام الطربوش. أنا المنجم سعدان صاحب الإنس والشان، عندي رسالة إلك أيها الشان الأزرق. أنا مرت جميل اللي فكيت له مبارح عدته جاي مشان تسمع أوامرك. ولا تنسى تقوله للجن. ولا كلمة، الجني الأزرق بده يصدر أوامره. أمرك أمرك أيها الجني الأزرق، وكتر خيرك وكتر خيرك لانك ما صعبت المهمه عليها. ايدك ايدي شو بدك؟ حق الوصفه. انا وصفه يلي بدك تستلميها. بدي حقها طربوشه، واذا بيكون نط الطرابيش احسن. خلص مو مشكله، بعدين عجبك. عجبك هي عصا. هي لحظه، وين حاطه المصاري لجميل؟ تفضل خليني اشوف هدول الحبات. سكي بدقيهم بالهاون 7 مرات حتى يصيروا انعم من الكحل. حاضر، دقهم 7 ساعات ليصيروا مثل الكحل. بتاخدي اللي معك وترشي منهم 7 رشات، بعدين بتاخدي هدول الاكياس وبترشي من كل واحد 7 رشات، وبتحطي عليهم 7 ناقط مي وبتحركيهم 7 دورات. حاضر، 7 دورات. تاخذي هدول وتحطيهم بصحن بنص الغرفه، وبتخلي جوزك يمشي على ايديه ورجليه مثل السعدان 7 مرات. فهمت عليك، غيره؟ بعدين بتخلي جوزك ينط على ايديه ورجليه 7 نطاط، وبتسطحيه على بطنه 7 ساعات، ولما بفيق بتلاقيه عم يحكي مع النسوان ب7 لغات. يعني تنفك عقدته على الاخر وما عاد ترجع له؟ اذا نفذتي اوامر الجن الازرق ما بترجع له ابدا. بسيطه. وهلا خلص الوقت تبعكم، يلا الله معكم، احطوا احطوا. حاضر رح نحي، تفضلي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ما انا بفرجيك يا وسيم. نط لنشوف مين السعدان. واحد مثلك شو بصير. مو على اساس الاستاذ سعدان قلبه طيب وبحل مشاكل العالم ببلاش؟ يعني هي بجلسه وحده اخذ 1500 ليره، بتعرف لو طلب 10000 ليره كيف اعطيته؟ لانك بنص عقل، على كل حال هو يمكن اخذ اجره الجلسات كله. هذا مو مهم، المهم انه العقد مفكت. بس الوصفه اللي اعطاني اياها غريبه وصعبه. ليش ان شاء الله رح تنفذيها؟ بدك شو بدي اساوي فيها؟ حاجتك قلة عقل بقى، هي اكياس التراب اللي اعطاك اياها كبيهم. يا شلون بدي كبهم؟ خلص كبيهم بزباله مالهم شغل. والعقده؟ العقده لا تخافي مفكت. إذا بدك امشي لعند رفيقتك مها لفرجيك شلون بجاملها، امشي. اي لا ما في داعي، اليوم سمعتك على الغداء، لسا ما لحقت العقدة تنفك، لسانك ما فات لتمك. غرتي مو؟ لا ما غرت، بس المجاملة مطلوبة. ماشي، تفضلي نتمشى، ما بحب ارجع على البيت مهزوز بدني، خلينا نروق بعدين نرجع على البيت، يلا. يلا. هيك هذا انتو مساء الخير. اهلين محمود، شو معك هون؟ ما تفوتي تقعدي ببيتك وترتاحي؟ انا قعدت على البلكون داخل ايه، طلعت لعند ام تحسين داخل ايه كتار، دقيت انا عليكم طلعوا له الاولاد، قال مالكم هون. وانت شو طلعك على الدرج؟ مو خايفه تنكسر رجلك الثانيه؟ على فكره هنا ام تحسين زعلانه كثير منكم. ليش بقى؟ مشان الدكان اللي بدها تفتحها لجوزها. وانت شو قلتي لها؟ دافعت عنكم انا، مو انه ما دافعت، دافعت. قلت لها لا لا تفتحي سيرتهم بالعطل ابدا، جميل وانا كثير بيساعدوا الناس خاصه جيرانه، وقلت لها انه جائزه اليا نصيب طلعت اشاعه في اشاعه. الله لا يجبره اللي كان السبب بهالاشاعه. يلا ابو طارق صيد غني ولا صيد فقر. ام محمود فوتي على بيتك ارتاحي وخذي الدواء اوام. شكرا على اليخنات اللي بعثتي لي اياهم. شو طيبين؟ ما بتلحقتي تتعشي، لسه ما صار وقت العشاء، لما ودالك اياهم طارق انت متغديه. ايه معلش قدرتوا لانه سخنين كثير. ايوه ماشي، صحتين وهنا. شفتها شو هاد الفريالة؟ بابا انا ما دخلني، سليم هو اللي بلش. قوموا على دروسكم قوموا.
قلبية ولا شريطية؟ شريطية. قلبية يا ابن ال... بسيطة يا وسيم، تاخذ 1500 ورقة ما؟ لك هي مو مشكلة، بس تنططني أنا تمشيني على 4 وتخليني نط مثل الشمبانزي. أنا أفرجيك. أنا شو عم تعملي؟ مثل ما لك شايف عم بلاقي الحبات. أنت من مين حالك صدقتي هالوصفة؟ لك ليش أخذتني عنده؟ مضبوط، بس ما كنت متوقع يوصف لنا هيك وصفه. انا ما دخلني، بدي نفذ كل اوامره وانت كمان بدك تنفذها. انا ما بنفذها. من هو ماما؟ انت ما دخلك، كمل اكلك. قيم يا الهوى من ايدي. لا لا جميل، شو تيمو ما بيمو، انا بنفذ الوصفه بحذافيرها. شو هالصوت؟ هاتع صوت هاوي أكيد. هنا عم تدق محلاب، ظاهر بدها تعمل أقراص. ياي أنا كتير بحب الأقراص، رح تنقضى شهوتي. ركب دواء لمين؟ إلي. ليش بك بابا مريض؟ لا بس إذا ضليت عم تدق هيك أكيد رح أصير مريض. شو بك بابا؟ شايفك مزعوج كثير. أنت قمي على الخاط لهنيك كول. تاولي صاحبي، شو الله يخليكم، بدي آكل، جعت. قيمي الدق من إيدك وتعي كلي لحالك. إيه ماني قدرانة، مو شايفني مني عم دق. تصطف لي. أنا بعمل لك. أنت تقبل قلبي، اعمل لي إياها. شو القصة؟ صار لي عم تدق أكتر من ساعتين وما خلصي. قديش بدها تعجين؟ كيس طحين؟ بجوز نادرة شي ندر بدها توزع على فقراء الحارة كلها. بجوز.
شغلي بكره. معلش حبيبي بقى تتحملوني بس يوم تقبروا قلبي. بدنا نتحمل. ايه شو طيب بدنا نقدر ننام وانت يلا طق طق طق. معلش حبيباتي حطوا راسكم تحت المخده وتحشروا قطن بأدنيكم. حبيباتي انتوا حبيباتي فوتوا نام. منجرب تقبروا قلبي نوم العوافي. كيفك يا سودا؟ ساعديني بالدق يا سودا يا سودا يا سودا. تعبت يا سودا. نهلت يا سودا. لا شغلي صار فيي أن لو بدها توزع أقراص على فقراء الشام وحمص وما لف لفها حلا تخلص ده. أنا لازم أروح شوف شو عم تعمل. صار لها 3 ساعات نقرت راسي. هي اكيد ام محمود سمعت صوت الهاون قام اجت تشوف شو عم ساوي. ما بتقدر ما تعرف. اي ما راح افتحنا ما راح افتحنا. افتحي هنا. انا 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 ام محمود. افتحي خليني ساعدك بقراص الحلو. هيك على الحالة بدك جمعة لتخلصي لك. ما تعبتي. افتحي انا ام محمود. افتحي لي انا انا. لا ام افتح لها لانه اذا ما فتحت لها ما راح تحل علي باب. تحمل محمود. افتحي. اهلا وسهلا. تفضلي. يعطيك العافيه هنا. الله يعافيك يا رب. تفضلي حبيبتي. ارحمي نفسك شوي ما تعبتي حاجتك بقى. ايش بدي ساوي؟ ما بقدر اوقف للساعه 3 لازم ضل دق. الله يعطيك العافيه. ليش كم كيس رح تساوي؟ كيس شو؟ كيس طحين. ليش ما عم تعملي قراص انت؟ لا انا عم بعمل سحر من شاني. قولي سحر من شاني. تعي تعي لهون. ايه انا هلا بس لاخلص دق. بتيجي بكره وبتاخذيهم. بعد ما بتاخديهم تنقعيهم بسبع نقط مي بعدين بتحطيهم بنص الأوضة وانتي حاطتيهم بنص الأوضة بتنطي فوقهم 7 نقطات وبعدين بتلفي حواليهم 7 لفات على اليمين وسبع لفات على الشمال بعدين بتاخديهم تنقعيهم 7 دقايق وتقطعيهم 7 قطع وتوزعيهم على 7 بيوت وما بتاكلي منهم ولا لقمة. محمود بعرفك حاكم. ها بعدين بتطي برجلك وبتجيك رزقة. رزقة؟ الله يسمع منك. إذا طلع كلامك مظبوط إلك عندي هزية محرزة. يخلي لي إياكي. إيه أم محمود روحي لأنه أنا ما بقدر دق قدامي حدا. أنا وزعت جوزي وولادي مشان هالشغلة. ماشي أوكي رايحة رايحة. إمتى أجي آخذهم أنا؟ بكرة بكرة. ماشي الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. توصي بالدق حبيبتي. إيه تكرم عيونك. سكري الباب وراكي أم محمود. أوكي. واخيرا خلصت. سبع رشات. هي واحدة وهي تنتين اخ وهي ثلاثة وهي اربعة ممكن خمسة وهي ستة ومن الظرفين هدول كل واحدة 7. كيف نفتح هدول عضلة ديدي؟ هي واحدة وهي تنتين وهي ثلاثة وهي أربعة وهي خمسة وهي ستة وهي 7 ومن الثاني هي واحدة وهي تنتين وهي ثلاثة يلا يعيني وهي 4 وهي 5 وهي 6 وهي 7. لا هي منجم سعدة 7 نقاط. 1 2 3 4 5 6 7 7 7.
يا جميل. قوم حبيبي قوم، ما فيني لبك، مالي مروي. يلا حبيبي قوم. لوين بدي قوم؟ قوم، صار الصحن جاهز. انو صحن؟ قوم بتعرف. ان شاء الله الصحن تبع السعدان. هو بذاته بدي اياك تنط فوقه بس خمس دقائق وترجع تنام. ايه ما حزرتيه؟ لا جميل، قوم حبيبي، لا تروحي تعبي. يلا قوم قوم توب قلبي. لك شو مالك قايم؟ قوم مشان ما ترجع لك العقدة مرة تانية. يعني بتصيري تغاري علي؟ ايه حبيبي بصير بغار عليك. ايه بقومي تقبل قلبي. يلا وين الصحن؟ ليكو على الطاولة حبيبي. هذا هو؟ ايه هذا هو. شو بدي ساوي فيه؟ هلا يا حبيبي بدك تنظفه سبع نطات وتدور حوالي سبع دورات. يا حبيبي وين بدي احطه؟ اخ بالنص. على الأربعة حبيبي، على الأربعة. على الأربعة؟ ايه. الله الله لا يوفقك يا وسيم، هيك اخرتي على الأربعة. عدي لي. اي واحد. عدي. وهي خمسة وهي ستة وهي سبعة. ايه بقى على الصحن، دير بالك على الصحن. حاجة حبيبي حاجة. خلاص قوم. الله لا يوفقك يا وسيم. يا سعدان. اي ماشي حبيبي، هلا نطفوا سبع نطات. عدي لي. يلا تقبرني. واحد اثنين ثلاثة، برافو عليك. أربعة وهي خمسة وهي ستة وهلا سبعة. برافو عليك برافو عليك. يلا حبيبي هلا بتقدر تروح تنام. تقبر قلبي ان شاء الله. وهدول شو بدي ساوي فيهم هن وهدوك الباقياني؟ يلا بعطيهم لأم محمو بركي بتدخلها شوي. الله يهدك يا وسيم. جميل يا جميل. جميل حبيبي نسيت شغلة. شو رجعنا لوصفة السعدان؟ اي معلش حبيبي اهون شغلة تقبر قلبي. شو هي؟ قليب على بطنك. قليب على بطنك. ما بقدر نام غير هيك انا. اي لا حبيبي بس الليلة. ما بقدر. جميل شغلة مو على كيفك. ايوه خليتني دق سبع ساعات وانا دق بالهاوين، وخليتك تنط سبع نطات وتدور سبع دورات، هلا تيجي بالاخير تنزل اياها؟ قليب على بطنك لشو؟ حباب جميل. بتصيري تغاري اه؟ ايه بغار بس نط يلا. يلا. اخ. ما عم بستحكم. معلش حبيبي بس الليلة. شايفتك ها؟ شلون بدي نام؟ على بطنك شايفتك. تعبانة كتير يا جميل. الله لا يوفقك يا وسيم، انت اللي نيبني طب. يلا امي انت ويا يلا سي سي طبا وانت كمان. عني زمن الطفل يلا عشوا حبيباتي يلا عجلوا لك بطلوا ها. يلا انت ويا يلا يلا انت ويا يلا لا تعجل. مع السلامة امي. بخاطر الله معه. ليك حبيبي دير بالك على المذاكرة، بياك تاخد عشرة فمان. عجيب بس اللي بتقولي انتبه، ليش ما بتقولي لي اخي؟ لانه اخو دائما بياخد عشرة، اما انت لا. يلا عجل هلا بنروح الاوتوكار. شو عم بتساوي جميل؟ شو عم ساوي؟ فقت وبدي روح على الدوام. لا حبيبي لسه بكير ورجعنا. شو بكير؟ الساعة سبعة ونص. إيه ما بيصير لك شيء إذا تأخرت ورجعنا وطب على بطنك. شو تأخر؟ عندي شغل كثير يا أنا. إيه لسه سبع ساعات ما خلصوا، لسه ساعتين ونص، رجع طب على بطنك. ساعتين ونص؟ إيه ساعتين ونص هلا تقبر قلبي. لا تضيع تعبي حبيبي أنت، رجع طب على بطنك. يلا. حاضر. أوعى تقلبها شايفتك.
بتشوفني بقليب. ما عم بستحكم. لا احكي مع مها قبل ما تروح الشغل. الو صباح الخير مها، كيفك؟ ايه شو بدي لك مها؟ دخيل عينك، فيكي تاخدي لي اجازه ليوم واحد؟ لا ما في شيء، بس تعبانه شوي، ايدي اليمين معضله. ايه كنت عم عزل البيت، قامت عضلت. لا انا بعزل باليمين ما بعزل بالشمال. ايه حبيبتي. لا عندي اجازات كثير بدي صفيهم، دخيل عينك حبيبتي انت. ايه ماشي مها، الله معك، مع السلامه. يشوفوا احسن ما يقلب. لا والله المدير مو هون، وصل مشوار على المحافظة. حضرتك عم تحكي من المحافظة؟ بجوز لسه ما وصل لعندك. تكرم عينك، مع السلامة. شو صار له؟ تأخر كتير. احسن شي اتصل فيه على البيت ليكون مريض، بس بركي انزعج من تليفوني. ينزعج بدي اتصل وطمن قلبي عليه. الو اهلين اهلين مدام هناء، شو بقول استاذ جميل؟ انشغل قلبي عليه. سلامة قلبك ولا يهمك، جميل بخير طابب على وشو، قصدي يعني ساعد زمنه بيكون عندك. ايه ماشي بخبره، مع السلامة. طابب على وشو؟ شو مبين سامي لهلا ما اجى؟ بجوز وصلت تجيب الحلوان. صباح الخير يا حلوين. صباح النور. شو هاد الحلوان؟ واحلى حلوان كمان، بس ما تكونوا فطرتوا. انا فطرت. وانا كمان. الك الا روح وزعهم بالغرام. لا شو توزعي بالغرام؟ شو ما بتلقي مزح، افتحي منامكم. ليش ما جبتي سوسن معي؟ اكيد استلمت وظيفتها من هلا، مزبوط؟ مزبوط، استلمت الوظيفه اليوم، بس ما هو. وين؟ باحسن مكتب تجاري بهالبلد. وبراتب قد راتبي انا ومرتين، انا اللي صار لي موظفه هون 20 سنه، يقفعني. لكن يا عمي قطاع خاص، دخلك مو هي اللي بيقولوا عنا الخصخصة؟ احسن ما تتوظفهم، ناقصنا معقدين. استسلمت، قومي بدي اروح الدوام متاخر. ما مشكلة جميل، انا حكيت مع السكرتيرة وقلت لها انك رح تتاخر. اخ رح انبرق، عندي اجتماع. طول بالك جميل، مو بقي غير دقيقة، تحملت 7 ساعات، ما بقي غير دقيقة، ما رح تتحملها؟ يلا احسبيها. يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فرشت عنك. يلا قوم احسن ما تتأخر على شغلك. قوم. قوم يلا. جميل. الله ينصف عمرك يا سعدة. لك جميل. قوم حبيبي قوم. على مالي. هبطت قلبي قوم. على مالك. يلا. انبرق ظهري. وين هون؟ ظهري مبروق. قوم حبيبي. بعتي برقية لأهلي يجوا. لا بعيد الشر عنك. قوم. انبرقت أنا. حبيبي قوم. ان شاء الله انا ولا انت. ايه ان شاء الله. قوم حبيبي قوم. على بعدك على الفقرات. الفقرات العجوز. العجوز والعصعوص يا اخي. يلا حبيبي يلا. على بعدك. اعطيني الشحاطه. ليك الشحاطه هاي لبستك اياها. يلا حبيبي ها. يلا انت ايدك شدي معي. يا طول بالك جميل. طول. شباب ايدي جميل ايدي. أنسي أمل، هذا الطلب بده توقيع من المدير. خليه هون، هلا بس يجي المدير بخليه يوقع لك اياه. الله معك، اضوي. و صباح الخير. أهلين. تفضلي. يسلموا. شو المدير لسه ما اجى؟ شو عرفاه؟ لأنه هلا ما طلب قهوته. ايه اجى وراح على المحافظة. درويش، ما قلت لي شو صار معك؟ بشو؟ لقيتها. منو هي؟ اللي لبستك الأحمر والأخضر والأبيض. وانت شو عرفه؟ يعني الحكي مزبوط. معناتها بتعرفيها. دليني عليها يا أما بنطحك نطحب، خلي دمك حميمي. آخ ليش ما قالك المدير؟ بدي اسمع منك. أوه احكي. فلتني عامل لك فلتني ها؟ ما فلتك لا اسمع منك. مين يا زين؟ درويش شنو أبو خولة من ربنا؟ صباح
عم تساوي؟ ما عم ساوي شيء استاذ. روح جيب لي القهوة يلا. حاضر استاذ، دقيقة بتكون عن طاولتك استاذ. لا بتجيبها لهون والآنسة أمل بتفوت لي على المكتب يلا. حرك. حاضر استاذ. ليتو عاطلة بهالتطليعة. صباح الخير يا أبو. شو استاذ؟ هذا مشهد جديد؟ لا هي بروفا لقدام. صباح العسل يا عسل. صباح الفل يا فل. صباح السعد والهنا. صباح الحنطة يا شعير. صباح الحب يا روح القلب. صباح الخير من فقراتي إليك. صباح الخير استاذ. ليش كنت طابب على وشك؟ خير الصباح. بيظهر انه وسيم معه حق، هي امل ما عم تمثل تمثيل. ولي علي اذا كان صحيح. اذا كان الحكي جد معناتها احسن حل اني انقلها من هون وعين شي وحده تانية بدالها، سكرتيره حلوه يقدر الواحد يطلع فيها وعم يغازلها. اتفضلي البريد يلي رح تخلي قلبي سعيد. يا ريت تضبطي حالك شوي لانه نحن هلا برات التمثيل. حاضر يا حلو يلي خليت قلبي يغلي غلو. غلو؟ هي غلي استاذ بس انا غيرتها لضروره الشعر، حلوه ما هيك؟ هلا بس يخلص البريد توقيع بنادي لك تجي بتاخدي يلا لمكتبي. خليني اقعد جنبك وخلي قلبي ناجي قلبك. وقفي على حيلك. بوشك على مكتبك. هو استاذ. يطيرك. غلو؟ صباح النور. اهلين بيت ابو جميل حمصي. اي نعم هون. افتحي لنا الباب خلينا نفوت البراد. ابو جميل بعته؟ لا المعلم نعيم. من هو هذا نعيم؟ معلمنا. خلصينا اختي الله يوفقك، ما عندنا وقت هون. يلا يلا شباب. هذا البراد اشتراه ابنك مهندس جميل. معلمنا نعيم امرنا نوصل لك اياه هون على المطبخ. اكيد غالي كثير ما هيك؟ البراد طبعا غالي بس معلمنا نعيم رأى لابنك وعطى اياه بالتقسيط. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك ومعلمك يا رب. سكر الباب تقبرني. يلا يعطيك العافيه. السلام عليكم. مع السلامه. الله معكم. ليش انا محتار مين بدي عين سكرتيره بدل امان؟ الدائره عندي مليانه موظفات عم يغلو غلو. أحسن شيء انطق لي شوية حنك مع الموظفات ونقي السكرتيرة اللي بتعجبني. أنا سي أمل، أنا طالع جولة بالمديرية، إذا حدا سأل عني ما بطول. مع السلامة جميل. قلت لك إنه التمثيل خلص. أنا ما عم مثل أستاذ، أنا كنت قصدي أقول لك مع السلامة أستاذ جميل، بس الأستاذ سقط سهواً. الأستاذ سقط سهوا؟ إن شاء الله تسقط رقبتك. خلص الضبضبي بقى. حاضر. مع السلامة جميل. لقلنا كيلو البندورة بأربعين ليرة. أحي ولك شغل أحي. الخسة بخمستعشر ليرة. أهلين أستاذ. أهلين أستاذ. بدي نص كيلو لحوم بثلاثين ليرة صاروا. ست ليلة شو عم تحسبي؟ أهلين أستاذ. شو كنتي عم تحسبي؟ جوزي أستاذ جاي على باله صحن سلطة وعم بحسب قديش بكلف. وقديه طلع معك بكلف؟ مو أقل من 80 ليرة أستاذ. 80 ليرة مو كتير؟ طبعا كتير أستاذ، والمعاش ما عم يكفي. زود لي يا الله يخليك. اطمني، عم بسمع بالأخبار إنه في زيادة معاشات إن شاء الله. إمتى أستاذ؟ بهالقرن. يا الله لا يسمع منا، بكره بيغلوا كل شيء. مزبوط معك حق. مدام نجاح. اهلين. شو هالشياكه؟ شو هالاناقه؟ يخزي العين عنك. شكرا استاذ. ما شاء الله، بس مو الاناقه من الاواعي وبس، لا
مثل ما بقول المثل القالب غالب، مو هيك يا ست سمر؟ هيك استاذ. تفضلي عادي. طمنيني ست نجاح، جوزك لساته ما بشرب القهوة إلا من تحت دياتي؟ لساته استاذ. مدي ايديكي لشو؟ يا هدول الايدين الحلوين مو معقول الا يساووا قهوه حلوه. يعني سمحت لي استاذ، اتاخر الصبح ساعه بس مشان اساوي له القهوه لجوزي. هو بصراحه انا ما بهون علي خجل موظفه حلوه وانيقه مثلك، بس شو بدي ساوي، القانون قانون مو بايدي. ست سمار، ولادك كيف وان شاء الله تيسرت امورهم؟ الحمد لله. وانت منيحه ان شاء الله؟ منيحة. الحمد لله. لازمكم شيء؟ بدكم شيء حبيباتي؟ لا شكرا استاذ. خاطركم. الله معك استاذ. شو بو؟ لا شو بدك تضل دبقا فيه تمرتينا؟ استاذ بحبك وبدي احميك انا. بتحبك العافية. يلا احيط حطي. صباح الخير يا حلوين. اهلين استاذ. شو شايفكم عم تردوا مثل تلاميذ المدارس. ست ساميه كيفك؟ منيحه. ان شاء الله ما حد عم يضايقك بالشغل. الحمد لله. بنتك الاموره سوسن كيفها؟ عفوا استاذ، انا ما بسمح لحد يحكي على بنتي بهالاسلوب، انا بنتي صبيه وسمعتها مثل المسك. ليش شو حكيت انا؟ شو هيدي اموره ماموره لك؟ عفوا مو قصدت، بس لك عندي خبر بيطير لك عقلك. انا قررت بدل السكرتيره اللي عندي، بقى خليني قابل بلا الاموره، خليني قابل بنتك بجوز عينها. تاخرت كثير استاذ، انا بنتي تعينت سكرتيره بمكتب تجاري قطاع خاص وبتقبض راتب قد راتبي وراتبك ومرتين. اي الحمد لله، انا شو بدي؟ انا بهمني انه الله يسعدكم ويهنيكم. شكرا. عفوا. ايه ست منال، انتي كيفه جوزك؟ الحمد لله الحمد لله. نعم مبين ما شاء الله في سعادة على وشك، معناتها أموركم بخير ما؟ الحمد لله الحمد لله. شوفي لحتى تحافظي على سعادتك دائما لازم تكون أمورك مع زوجك بخير. ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف وشك بخير. الحمد لله. أضوي. لا لا ست سلوى، انت مو ضروري ابدا الواحد يقول لك اي شيء، سماه هم في وجوههم. شو هالوش اللي عم ينقط حلاوه وعسل وحسن وجمال؟ هذا من ذوقك استاذ. لك تسلمي لي على الطله. شكرا استاذ. عفوا. لازمكم شيء؟ بدكم شيء؟ انا ها بدي اكمل جولتي التفقديه. سلامتك استاذ. الله يسلمكم. شو حلوين. شبه يعطيكم العافية. اهلا وسهلا استاذ. اهلي لهنيك. مرحبا ستي مار. اهلي استاذ. كيفك؟ الحمد لله. كيف الشغل؟ حضرتك أدرى. صحيح انتو ما بتنسألوا هيك سؤال، ما شاء الله عنكم وعن شغلكم. جوزك كيفه؟ الحمد لله استاذ. بتعرفي انا بحسده كثير لانه عنده زوجة مثلك بتطلع عليه وبتهتم فيه. شو بدنا نعمل استاذ؟ انتي قدوة، انت قدوة للمرأة والزوجة المثالية. شكرا كثير استاذ. واهم شيء فيكي اناقتك، دائما انيقة يغزي العين عنك ومفرفحة ومشقرقة. شو بدنا نعمل استاذ؟ بدنا نرضي هالرجال مشان ما يتطلعوا على غيرنا. حلوة يا انت استاذ. عفوا بس يعني لهلا يعني ما عرفنا سبب تشريفكم لعنا على المكتب، يعني في شيء بخصوص الشغل؟ ايه طبعا اكيد انا جاي مشان الشغل. هو بصراحة أنا عم بعمل جولة تفقدية اطمن فيها على المكاتب وهلأ أنا عنكم. أهلين وسهلين أستاذ. إيه ست نادية، أنت طمنيني جوزك عقل ولا لساته عم يطلع على حدا غيرك؟ لا الحمد لله، صار من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. جوزك غبي. معلوم غبي، في واحد بالدنيا عنده زوجة مثلك جميلة وبتغار عليه وبيطلع على حدا تاني؟ القصة مو قصة غباء استاذ،
بس الظاهر انا اللي كنت مقصره بشغلات، وهلا الحمد لله تلافيت التقصير ومشي الحال. برافو عليكي، انت انسانه عظيمه وحلوه واكابر انت. انا برايي انك تضلي تغاري على زوجك. طبعا، لانه رجال ما لهم امان، ما بيعرف الواحد امتى بيرفسوا النعمه اللي هن فيها. فعلا رجال ما لهم امان. معك حق يا استاذ. طبعا معي حق لك. شو هي اطمنت عليكم انا، لازمكم شيء؟ سلامتك. سلمي لي على جعوزك. لك شبه؟